أهلا بكم في النشرة الثقافية. قدمت هيئة البحرين للثقافة والأثار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الخاصة والمعارض على موقع مسار اللؤلؤ، ألقت الضوء من خلالها على حكايات مجتمع اللؤلؤ في المحرق. ويأتي هذا النشاط ضمن سعي الهيئة لتعزيز مشروع تطوير مدينة المحرق بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية، وإلقاء الضوء على تاريخها وتراثها الثقافي المادي وغير المادي، حيث أن الزوار تمكنوا من تتبع خطوات الغواصين وتجار اللؤلؤ ونواخذة السفن وغيرهم عبر مباني المسار التاريخية التي تشكل الموقع المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تحتوي على أكثر من 7 بيوت، حوالي 8 بيوت، كلها مبطلة حق الزوار، ونعبر على 17 ساحة، وطبعا كل هذه الساحات كل ساحة لها مسمى معين على حسب نوع اللولو وحجمها وشكلها. فطبعا حاليا نحن في بيت الجلاهمة، البيت يعتبر عن مكون من قسمين ما بينهم في ممر، وهاي من أحلى البيوت، من أكبر البيوت اللي موجودة على المسار. صراحة لما جينا انبهرنا، كل شيء مرتب وحلو انه في جايدنس، في احد يعطي انفورميشن، يعني اكتشفنا انه في واجد اشياء جديده احنا ما نعرفها عن الغوص واللولو وكذي وتجاره اللولو في البحرين. حلو يعني استكشاف شيء جديد صراحه. حقيقه انطباعي، او انا اول مره ازور البحرين، حقيقه بلد جميل بها عمق تاريخي، وخصوصا منطقه المحرق يعني اذهلتني بكل تفاصيلها. أحيا الفنان الدكتور عبادي الجوهر في مسرح البحرين الوطني ليلة موسيقية فريدة من نوعها ضمن مهرجان ربيع الثقافة 18 بحضور جمهور كبير من محبي ومعجبي الفنان، ملأ مقاعد المسرح البالغ عددهم 1001. وخلال هذه الأمسية للجوهر الذي يعد أحد أيقونات الموسيقى السعودية والخليجية والعربية، استمع رواد المسرح إلى باقة موسيقية من أجمل ما أبدعه الفنان الذي اشتهر بمجموعة من الأغاني الرائعة مثل سكة طويلة وقالوا ترى وأجهلك. تستمر فعاليات مهرجان العشق خلال عطلة نهاية الأسبوع لأسبوعين مقبلين أيام الخميس والجمعة والسبت، ويتخذ المهرجان مقره في مساحة الرواق للفنون في منطقة القفول ممتدا لعدة مواقع مجاورة، ويستضيف معارض فنية وفعاليات متنوعة منها بيت الباكر والدكان وغالري 56 ومكتب أكبري للعمارة والحديقة المائية. ويضم المهرجان معارضا متنوعة تشمل أعمالا لأكثر من 40 فنانا وفنانة من البحرين والخليج، وورش عمل فنية أسبوعية للكبار والصغار، وأفلاما وعروضا موسيقية حية، بالإضافة إلى سوق مفتوحة للفنانين والمشاريع الإبداعية والمطاعم والمقاهي. تعتبر حرفة صناعة السلال في مملكة البحرين فناً تقليدياً يتوارثه الأجيال، وهي مهارة يتقنها الحرفيون البحرينيون ويعملون على تطويرها عبر مر السنين باعتبارها رمزاً للتراث الحرفي والثقافي في المملكة، والتي يجب الحرص على الحفاظ عليها من الاندثار.
يواصل مهرجان سكة للفنون والتصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر نسخته 12 في حي الشندغة التاريخي بمشاركة أكثر من 500 مبدع وفنان من الإمارات والخليج والعالم، وذلك تجسيدا لرؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب الشابة في مجالات الفنون والعمارة والتصميم والتصوير. ويحتضن المهرجان مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والمبتكرة في شتى جوانب الحياة. يواصل معرض مسقط الدولي للكتاب فعالياته باستضافة نخبة من المثقفين والإعلاميين البارزين للمشاركة في فعاليات المشهد الثقافي التي تشكلت خلال أيام المعرض المستمر حتى 2 مارس، هذا ويبلغ إجمالي العناوين والإصدارات المدرجة في المعرض 622,000 عنوان، ويتضمن المعرض مساحة للأنشطة تشتمل على مسرح للفعاليات وحلقات العمل وركن لغة الضاد وركن متحف الطفل والركن الأخضر، كما تم إنشاء مقاهي ثقافية في عدد من الأجنحة المشاركة.